لو بدك تحكي لي يا ولدي احكي، انا بدي اعرف حكايتك ايه. احكي لي جايز اساعدك. ما حدش يقدر يساعدني دلوقتي غير ربنا. يساعدني بالموت بعد الشر عليك ان شاء الله. انا يا حبيبي انا جيت لك عشان تحل معايا عقدتها يا ولد ابوي. انا اسفه اني قطعت خلوتكم. اهلا يا بوجي. معقوله يا دكتوره؟ شايل القهوه بنفسك؟ هقدمها لعز منك. اتفضل. تشكري. تشكرينا يا دكتوره. انا سهرانه لو احتجتم اي حاجه. عن اذنكم اشرب القهوه بوجي. اقعد. من قبل ما اشرب القهوه انا عاوز اقول لك حاجه. اتفضل. لو انت خايف ان اظلم بنت عمتك ومواجهها، انا ظالمها دلوقتي. ظالمها؟ وظالم نفسي معاها. ليه يا رحيم؟ لما يبقى في راسي واحده تانية شغله دماغي ليل نهار وعناية في عين مرتي، ابقى ظالمها ولا لا؟ رد علي. ارد اقول ايه؟ قول هفضل صايم نفسي الميته. خليك فاكر انا جيت لك عشان تساعدني وتحل معايا غفلكتها في وشي. زي ما تكون عايز ده ابعد عن سكه الحلال واروح في سكه تانية ولا اتجوزها في السر من وراكو. طب استنى يا بوجي. اوعى اوعى طلعني. لسه المناقشه ما خلصتش يا بوجي. ما فيش كلام يتقال. طلعني ولا اطلع وحدي ومرتك تهز ليه. حاضر اتفضل يا بوجي. انست وشرفت. ابو بوجي انا هبقى اعدي عليك تاني علشان نتكلم. اخ كبير لاخو صغير. مع السلامة. في ايه يا زين؟ ابو وجيه ماله؟ لا ابدا مفيش. امال ماله عامل كده ليه؟ يعني هو في موضوع كده مزعله. خشي خشي انت استريحي. قعدك ده كتير يا أنيسة؟ ترديش ليه؟ هرد أقول ليه؟ تقولي مالك؟ يمكن أشيل عنك؟ شيل ايه؟ مفيش حاجة. استني يا رحيم. قلقانة عليها أنا عارف. أنا كمان قلقان. قلقان ليه؟ يعني أنت عارف أنا قلقان لك اللي مش شايف ولدي كبيري شايف راسه داير بيه مش مريحه. لو تعملي فيها معروف وفي ولدي وتعملي في روحك معروف تقولي ماله جايز أساعده. لو عارفة شي هقول لك. ولدك زعل اني كتبت له نص الملك؟ هو ده اللي دار في راسه. ما هي زعل اني كتبت له نص الملك؟ لو اخذ على خاطره اني جوزت اخته من غير رضاه، لكن يزعل ليه؟ ولا كان بده اكتب لي ملكه كله؟ مالوش عايز الكلام ده يا حاج. اسكت خالص. ايوه اسكت. العم جاي. مساء الخير. يسعد مساك. سهران لحد دلوقتي ليه يا نعام؟ مستنيه رحيم. انت كمان يا بنت اختي مش كده؟ اكده يا خال. ما تقولوا لي في ايه يا عاد؟ ليش ما استنى رحيم معاكم؟ رحيم ماله يا نعام؟ انا قلت لمرت خالي انه رحيم في شي في راسه. وانا قلت ما فيش حاجه. متكتر حبتين. سالته قال لي الامن ما يسلمش. هتعملوا الحبه قبه ليه؟ ليه؟ قوم لنا. روحي نام انت يا بنتي. روحي يا نعام روحي. ما
ملكتيني على ولد يا أنيسة، ملكتيني صح. هستنى لما يرجع واسأله ايه اللي طلبه، اكيد حيقول لابوه. انت جيت يا حاج عثمان؟ ايوه جيت، بس مش لوحدي. مش لوحدك؟ كويس انك صحيتي. جايب الدراويش دي الوقت يا حاج عثمان. دراويش؟ دراويش ايه بس يا فاطمة؟ وعيبهم ايه الدراويش؟ بقول لك ايه حاج، لا تقولي ولا تعيدي، اما تعرفوا ضيوفك مين الاول، وبقول ترضيهم لو عايزه كمان. قومي قومي ما تخافيش. ضيوف؟ ضيوف مين دلوقت؟ تعالي يا فاطمة. ابوي اكده يا حاج. ها ايه رايك بقى؟ ابو الدراويش كلهم اهو، ومش لوحده. ها مع مين؟ ابو وجيه. ها اطردهم يا خبر؟ ينقطع لساني لو قلت كده. انما جايين ده الوقت ليه؟ خير. اتفضل يا ابوي، اتفضل يا اخوي، اهلا وسهلا منورين. طول عمرك سر اخوك الرحيم يا فاطمه، وسر ابوك كمان، عشان كده جيت لك في الوقت ده. على عيني وراسي يا ابوي، يا رب ما يكونش حد فينا مزعلك. هزعل ومش هرتاح الا اذا عرفت رحيم ماله. ابو وجيه في حاجه مزعلاه ومعيش يقربيها لحد، قلت اجيبه عندك انت والحاج عثمان لاجل ما تسالوه. في ايه يا اخوي؟ ولا حاجه يا فضل. لا في حاجه يا اخوي، بقالك مده وانت مش مبسوط، من ساعه ما فوت على الحاج عثمان خدت وسافرت الصعيد. قول لاختك يا ولدي عايزنا فوتكم واقوم وتقول لها اقوم امشي. بالله عليك يا ولدي انا زعلتك، زعلتك اني كتبت نص الملك لك. انا كده واخد اكتر من حقي. امال مالك يا اخوي؟ يمكن لما الحاج قال لي اسافر الصعيد لاجل ما اجهز الجبانه حسيت الايام بتجري. يا ولدي ما دايم غير وجه الله، ده اللي مزعلك. الحق ما يزعلش يا ولدي، والموت علينا حق. ها اشرب الشاي بتاعك، اشرب. العام بقالها كام يوم النوم ما بيهواش يا عينيها هي وامك. طب ريحهم زي ما ريحتني. مش هي دي الحقيقه يا فاطمه؟ مش هي دي الحقيقه ازاي يا حاج؟ زي الخلق. اخويا رحيم ماله؟ بده يتجوز. أخوك بيحب ومش قادر يحكم روحه. يا نهار اسود ومنيل. اسود ليه؟ ارتاحي ارتاحي. انت هتنعس، قوم يا حاج. اقوم في ايه؟ قول لي الكلام اللي بتقوله ده جد ولا هزار؟ اخوك زي ما يكون كبر وعقله طاق. ما تقولش كده على اخوك. امال لما يظلم مواجهه بنت عمته اللي شالت الهم معانا واحنا لسه على باب الله، ولا يظلم ولاده صبيان وبنات عشان واحدة خدت عقله يبقى عقل؟ أنا غلبت كلام معاه ما بدوش حتى يسمع، لكن اللي مطمني شوية إنه ما قادرش ينطق بيها ولا يجر قدام الحج. كده يا رحيم بعد من هنا اقعد يا شوشي. حاضر يا معلم. ما قلتش الحقيقة لأبوك الحج ليه يا رحيم؟ ما قدرتش. تبقى عارف انك غلطان؟ لا انا عارف ايه اللي ممكن يحصل للحاج لما يعرف ان ولده الكبير اللي شايل معاه الحمل طول عمره بقى عيل صغير مراهق ممكن يقع من طوله وطب ساكن. ما انت لسه عقلك في راسك يا رحيم. انا قلت لك عقلي طار من راسي. انا قلت لك بالعقل وبما يرضي الله، عاوز اخد حقي بالحلال كيف ما قال ربنا، رحت مغفلقها في وشي. احنا خايفين عليك يا رحيم. خايف عليك ايه؟ لما تزقني على الحرام تبقى خايف علي؟ انا كده بزقك على الحرام يا رحيم؟ فكرك لما تقفل باب الحلال في وشي اروح اخبط على انهي باب؟ اوه خلاص، انا كيف ما قلت للدكتور زين اروح اتجوز في السر. تتجوز في السر؟ انت عرفت بتقول ايه يا رحيم؟ عارف يا حاج عثمان. لا يا رحيم ما عارفش، هو ده الحرام بعينه. لا الحرام ان ابقى راجل مقتدر
وعيني في الحلال ويتحرم علي. لا يا رحي، لا يا اخوي، ده مالك وولادك. روح يا اخوي اتجوز بدل الواحده اثنين وثلاثه، وبجوريني حطل في وش ولدك واهلك كيف. يا راجل عيب، احنا كبرنا على شغل الصغيرين ده. ما حدش حاسس بيك يا ولدي، عارف. ما حدش حاسس يا معزازي. خابر يا ولدي، النار ما بتحرقش الا اللي كبشها. افضل كبشها الميتة ليوم الممات يا ولدي. عذاب ليوم الممات. صدقني قلبك في جوفك انت، مش في جوف حد تاني. قلت لك اتحصن بولدك واهلك واهرب، ما سمعتش الكلام ليه؟ ما قدرتش يا عم عزازي، ما فهمش ايه اللي حصل لي. تحب انا اكلم ابوك الحاج يا ولد؟ لا، انا اتكلمت مع الدكتور زين، استنى اشوف هيعمل ايه.